أنا أحمد الشاعر، مدير عام متحف جمال عبد الناصر. المتحف تم تقسيمه إلى ثلاث قاعات. القاعة الأولى وهي قاعة المقتنيات اللي احنا دلوقتي موجودين فيها، وهي بتعرض لنا الأوسمة والناشين الخاصة بالزعيم جمال عبد الناصر وبعض الهدايا التي كانت تهدى من الزعماء والملوك العرب والأفارقة. والقاعة الثانية وهي تسمى بحكاية شعب، وهي بتعرض لنا من خلال الميديا التاريخ السياسي للزعيم جمال عبد الناصر بدءا من 1952 حتى تاريخ 28 سبتمبر 1970 وهو تاريخ الوفاة. أما القاعة الثالثة والأخيرة وهي مسمى بمنشية البكري، وهي بتعرض لنا في الدور الأول مكتب الزعيم الخاص بالمنزل والصالون الخاص به، والدور الثاني هنلاقي في موجودين فيه غرفة النوم وغرفة المعيشة، وقاعة فيها 10 فترين عبارة عن المقتنيات اللي هي نقول الدقيقة أو الخاصة بالزعيم جمال عبد الناصر، زي الدبلة بتاعته، دبلة الجواز، النظارة، الفلتر السجاير، بعض أجهزة الراديو اللي كان بيستخدمها، هنلاقي العلم اللي هو كان فيه النعش بتاعه، هنشوف بعض الصور الخاصة بالأسرة الكريمة، الأسرة جمال عبد الناصر. بالنسبة للقطع الموجودة عندي، في قطع فنية عالية جدا، مثلا في خنجر، ده الخنجر دوت إهداء من الملك فيصل ابن عبد العزيز ملك السعودية، بالإضافة لبعض المقتنيات اللي هي الخاصة بزعيم جمال عبد الناصر زي الكاميرات بتاعته. كان في بعض المقتنيات زي بعض الصالونات والأنترهات كانت موجودة في رئاسة الجمهورية، وتم استردادها، ورئاسة الجمهورية مشكورا أعادت المقتنيات ديت لمتحف جمال عبد الناصر. أما باقي المقتنيات اللي احنا هنكون شايفينها اللي هي عبارة عن الناشين والأوسمة، دي كانت في حوزة أبناء الزعيم جمال عبد الناصر، وهي هم قاموا بالمحافظة عليها ال 46 عام الماضية. التعليق العام بالنسبة للزوار، الناس كانت مستغربة جدا لبساطة البيت وقد ايه ان هو بسيط. العفش يعني سيمبل جدا وما فيهوش نوع من انواع يعني الفشخرة هنقول بالمعنى العام يعني. مبتدأ.com